يعني بسم الله الرحمن الرحيم، مقارنة بالمقابلة الأولى تاع الدويداد بوفريك شفنا بلي كاين إيجابيات، يعني ماشي إيجابيات كثيرة، خاص سيرتو في الجانب البدني رانا شوية متأخرين. يعني الفترة هذه تاع 3 أيام وين ركزنا الجانب البدني دونك لي زيفور هادو، يعني الاستجابة هنا كانت شوية، كان اللاعبين شوية ثقال بارابور الفريق الخصم. يعني هذا هو، لازم نكثروا في المقابلات باش نخلقوا شويه انسجام يعني بين اللاعبين. يعني شفنا بين الشوط الاول الشوط الثاني كاين شويه ايجابيات سيرتو في المستوى الهجوم. يعني هذا هو اللي يخلي شويه الطاقم هنا الفني يركز بزاف على الانسجام بين الخطوط، وخاصه رانا متاخرين شويه في الجانب البدني، وان هذا الاسبوع وهذه العشر ايام هذو لازم نركزوا على هذا الجانب بزاف بزاف باش نكونوا ان شاء الله حاضرين شويه نوعا ما 80% ولا 90% المقابل الاولى كونتر ان شاء الله كونتر نهج. بارك الله فيك.